احنا مؤسسة مناهج الطفولة للنشر والتوزيع، رقم الجناح D28. عندنا كتب تعليمية مصرحة من وزارة التربية والتعليم، مسلمها للروضات سنويا، مستويات طبعا كلها تبع الروضات، وفي جميع انواع القصص عندنا. ونفس الكتب بالضبط عملناها عبارة عن قلم قارئ، نفس القلم ده، لغة عربية ولغة انجليزية. بتعلم الأطفال من سن 3 سنوات إلى 10 سنوات، منهج تعليمي كامل بنفس الكتب اللي احنا بنوزعها على المدارس. عملناها عبارة عن قلم قارئ طبعا، وعليه ضمان سنة، وعاملين عليها عروض حلوة في المعرض حاليا، معرض المدينة. وطبعا عندنا اللي هي البطاقات الضمنية، 4 مجاميع اللي هي مهارات الحياتية والإدراك الأكاديمي والإدراك البصري والإدراك السلوكي. العمال كمان ده حاجة بالمناسبة توحد، الأبراج دي حاجة توحد، أيوة الإدراك الأكاديمي والحاجات دي. ففي ناس مختصة بيسألوا عنها وكده، في فهي جمعيات اللي موجودة ممكن عندنا. نرسلهم عليكم، في جمعيات موجودة منهم عندنا الحمد لله، مش خاصين. موجودة في السعودية خالص اللي عندنا، بس على فكرة بنعظم أيوة معظم الإدراك التوحد ده. وفي نفس الفكرة عملناها عبارة عن بطاقات صغيرة، هاي عشان برضو ده بتكون السليم ولا ده التوحد حاجة دي كمان؟ توحد برضك. بياخدوها برضو الأطفال، حتى السليم بياخدها كصور وشخصيات فيها، بيقدر يتعرف عليها كصور وشخصيات بنفس الفكرة كده. ده أطعمة ومشروبات بيقدر يتعرف عليها كده بالفكرة كده، زي ما انت شايف كده. وفي حاجة تانية برضو، كل حاجة بتهدف لحاجة، فالأطفال بيفرحوا بيها بالصور والفواكه والحاجات دي. دي مثلا الأفعال كده، نفس الصورة كده ومكتوب عليها من ورا كده، والأفراد بتفرح بيها. وفي نفس الوقت هي بتاعة توحد، وسعرها مناسب للجميع، يعني ده سعرها مناسب للجميع، غير البطايق دي سعرها مرتفع شوية. كل واحد له ايه، بياخد حسب اللي يناسب معاه. تقريبا رغم كم سعرها تقريبا مع الخصم؟ ده عندنا مثلا المهارات الحياتية سعرها 180 ريال مع الخصم؟ مع الخصم. مع الخصم. الإدراك الأكاديمي سعره، الصندوق معلش، البوكس ايش محتواه؟ ايش يكون جواته؟ في كروت تعليمية حق التوحد، بطاقات ايوه ده تعليم اللغة العربية بنفس المحتوى كده، حضرتك شايف كده. كل بوكس له محتوى خاص، وفي الكتالوج بتاعه معموله مع دكاتره مختصه للموضوع ده، والحمد أربع لله. سلاسل، هي اربع السلسلة سلاسل، أربع كل حقائب. حاجه بتختلف لايه فيها، معموله فيها المحتوى بتاعها. احنا قسمناها عباره عن بطاقات صغيره عشان ايه، تبقى متاحه للجميع يعني، بنفس الفكره كده. وطبعا للدمى ده عرس خاصة دميه حق العرايس، الدميه، أيوة. المسارح، كلها الشخصيات، فالحمد لله كويسه جدا. واحنا موجودين معاكم هنا في السعوديه، والقلم بتاعنا عليه ضمان سنه، ومتوفر الضمان برضه في السعوديه هنا. اللي حابب يتواصل معكم هل لكم كيو ار كود او ارقام لنا التواصل اللي هي هذه؟ لنا كيو ار كود، في عندكم هنا ارقامهم الخاصه ايوه. هذه، ولكم موزعين في السعوديه. احنا اصلا موزعين في السعوديه، بس كده المنطقه كلها في السعوديه، ما شاء الله تبارك الله، فالحمد لله رب العالمين. طيب الله يعطيكم العافيه وشكرا لكم. حتلاقوهم في الجناح اللي هو دي 28 بجوار ركن الاطفال مباشره، المكان ما حيضيع. شوف ركن الاطفال هنا مباشره عنده على طول، تعالوا عند الشاب اللطيف ده ما حيقصر شكرا معاكم لحضرتك في جدا، الخصومات ان وان شاء شاء الله. الله بنظبطكم في الخصومات، ويكون في اسعار مناسبه ان شاء الله. طيب واحنا شكرا على لك. فكره بنبيع بسعر الجمله حاليا كمان، كويس جدا في قلب الجناح هنا. طيب شكرا لك. الله يكرمك، شكرا لحضرتك جدا، وفرصه سعيده تعرف